نجار وحرفي من مدينة الأحساء أبدع بصنع مجسمات داخل الزجاج، يقضي الكثير من الوقت لينتج عملاً فنياً عبارة عن زجاجة تحتوي على أشكال فنية تتخللها المعالم التراثية والمجسمات المختلفة. جاءت الفكرة في الزجاج عندنا فاضية، خدت وعملت فيها مجسم من اللي هو فلين، وبعدها طورت من الفلين إلى الكرتون المقوى، هذا ورق المقوى، وبعدها اللي هو بلاكاش اللي هو بليوت، وبعدها اللي هو خشب. طبعا هالأعمال هذه كلها بالأخشاب. طبعا هي العمل ممكن أي واحد يشتغلها، بس يبيها الصبر، هذا اللي صبر لأبعد الحدود، صبر صبر جد يعني ممل. أنا على كثر الاستمرار السنوات اللي اشتغلت فيها أوقات أمل منها، لأن بعض القطع شوي تصير عنيدة فوق المعدل، يعني قطعة واحدة ممكن تركب معي في دقيقة واحدة أو خمس دقائق بالكثير، وقطعة ممكن تأخذ ثلاث ساعات أربع ساعات يلا تركب. وتكمن الصعوبة في عملية البناء التي تحتاج إلى تحدي وصبر ونفس طويل في تركيب تلك القطع الخشبية داخل الزجاجات التي لا تتعدى فتحتها سوى السنتيمترات. المنافسين عندي اللي هو الصين والسويد وألمانيا والهند، بس عملهم يختلف عن عملي. صدق يشتغلون داخل الغراش هذه أو القوارير أو الأنين على ما قالوا، بس عملهم يختلف عن عملي. ذلي مثلا السويد وألمانيا بالأعواد هذه حقت اللي هو الشوي أو الأسنان وتشوفها واضحة، سفن أكثر شيء سفن، أو اللي هو الكوخ البيت الكوخ هذا. وبالنسبة حق الهند وهذا صالح السفن برضه، بس بالنسبة عملية كبنيان مثلا سفينة مثل الموجودة الحين عندي لا ما في، هذا عملية بنيان يسمونها، أعمالي كلها بنيان، بنيان يعني بحت، يعني لدرجة أن تشوف المجسم ما تقول ليش قطعة قطعة، هذا تقول كتلة واحدة. شارك العديد من المهرجانات في داخل المملكة ودول الخليج العربي، وحصل على عدة شهادات لإبداعه بهذه الحرفة. للقناة السعودية بشرى العاهلي، الأحساء.